طيب، في هذا الجزء إن شاء الله حنحكي على الايرور اناليسيس. تمام، كيف بدي أجري الايرور اناليسيس؟ ليش الايرور اناليسيس مهم؟ طيب، حكيت لنفترض إنه أنا عندي في نفس التطبيق اللي هو الكات والدوج، لقيت إنه 90% accuracy و10% error. أنا بدي أحسن. كيف بدي أحسن؟ بدي أشوف ال10% error هذه ليش غلط فيها. فبدي أعملها حاجة اسمها error analysis. تمام؟ فإيش الإجراء تبعه؟ بروح باخذ 100 mislabeled من الديف سيت. 100 غلط فيهم عملهم misclassification. ايش يعني مس كلاسيفيكيشن؟ انه غلط فيهم، بدل ما هي كات اعملها دوك، وبدل ما هي دوك اعملها كات. تمام، هذا بياخذ مني من 10 من 5 ل 10 دقائق، وبدي اروح اعد قديش انه عدد قديش في كم دوك غلط مثلا على سبيل المثال. لنفترض انه على سبيل المثال هذا كات ولا دوك، وهذا الماشين غلطت فيهم وصنفتهم كات، بيشبهوا الكات نوعا ما. تمام، فبدي اشوف انه ايش هي الحالات هذه، بدي اطلع على الصور بعيني. تمام، واشوف ايش هي الحالات هذه. بروح بعمل جدول زي هيك. تمام، بروح بعد الصور، انا عندي اي واحد اثنين ثلاثة. تمام، وبروح بحط هنا انه كم واحدة كانت انه دوج وغلط فيها. طيب، كم واحدة كانت انه جريد كات، جريت كات اللي هي زي الاسد بسموها، انه والنمر والاسد والفهد. تمام، وهنا ممكن انا ادخل شغله اللي هي انه قديش صوره بلاري اللي هي مغبشه. تمام، وهنا ممكن اضيف عمود انه قديش صوره من الانستغرام انه بكون مطبق عليها فلتر. وعليكم السلام. هنا في الانستغرام بيكون مطبق فلترز معينة. تمام، بتخلي انه المشين ترتبك، او المشين ليرنينج موديل انه هو يرتبك، هو تعلم على صور قطط بدون فلتر. تمام، وهنا ببدأ احط كومنت مثلا انه من ضمن الكومنتس هنا انه كان انه الدنيا بتشتي مثلا، وانه سبب انه الصور غلط فيها هذه انه احتمال انه الدنيا بتشتي. فبالتالي ببدا احدد نسبه الايرور في كل فئه. مثلا لقيت انه اعلى فئه هنا 61% انه كانت الصور بلاري، خلاص بقدر اعرف انه من وين الايرور هذا جاي. جاي النسبه الكبرى منه من الصور انه هي مغبشه. تمام، فببدا انه انا اعالجها، بعملها كلين اب. تمام، كيف؟ بالضبط، بدي اخذ نسب مئويه انه من وين اصل الايرور جاي اكثر شيء، هل هو من صور مغبشه ولا من صور مطبق عليها فلترز من الانستغرام، ولا صور انه عاديه بس يعني زي هاي مثلا انه التبس الامر على الماشين وفعلا انه الدوج هذا بيشبه الكات كثير. كيف؟ لا 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 لا، هنا في الايرور اناليسيس عاده انا بطلع على المس كلاسيفيكيشن. الايرور في الكود نفسه هذه مرحله سابقه، يفترض ان انا اكون متاكد منها. الان انا متاكد من الكود تبعي. تمام، بطلع لي نسبه خطا 10%. من وين جاي ال 10%؟ هذه بدي اعرف مصدرها. فمن التحليل هذا من الجدول لقيت انه والله هي اكبر نسبه بسبب انه الصور مغبشه. خلاص عرفت السبب، ارتحت، عرفت انه ليش الاداء تبعه يعني نازل 10%. ليش؟ ايش السبب؟ بسبب نسبة كبيرة من الصور البلاري. تمام؟ في نسبة ثانية مثلا انه من الجريت كاتس، انه في كثير منهم مصورين في حديقة الحيوان مثلا، وكانت ظروف التصوير انه مختلفة، فبالتالي انه هذه نسبة ثانية. فببدأ انه اخذ اجراءات، اعمل كلين اب للديتا. تمام؟ ممكن يكون من ضمن الكلين اب للديتا اللي هي بتكون اكزامبلز
او labels incorrectly labeled. ايش يعني incorrectly labeled؟ هي اصلا labeled بشكل خاطئ. يعني انا عندي الاكس هي الصورة والواي، هذه كات واحد، هذا دوغ صفر، كات واحد، كات واحد، دوغ صفر، هذا دوغ بس ايش محطوط؟ واحد كات. فهذه عبارة عن incorrectly labeled example. فهذا الإجراء أنا بروح باخد، يعني لو كان إنه عددها قليل، عادة إنه بتكون إنه الديب ليرنينج algorithm إنه عندها القدرة على التعامل مع الراندوم ايرور، هذا بسميه راندوم ايرور. ولكن لو كانت نسبة كبيرة من الصور كانت incorrectly labeled، هو اللي بسبب الإرباك تبع الماشين ليرنينج. أنت بتجيب لي صورة الكات، مرة بتقول لي إنه هي كات، ومرة بتجيب لي صورة الكات وبتقول لي إنه هي دوغ، فأنا مش عارف، الماشين مش عارفة إنه هي تتعلم. فبالتالي بعمل كلين أب للداتا، بعمل تصحيح، يا إما بعدل هذه بصفر، تمام. فبالتالي إنه هذا إجراء يعني بدي أستخدمه عشان إنه أعمل ايرور أناليسيس. شايفين الايرور أناليسيس كيف مفيد؟ فعلا إنه بيساعدني على التعرف إيش أسباب الايرور اللي جاي من الكلاسيفاير. فبالتالي الايرور التحليل السابق اللي احنا عملناه ايش بروح بحط؟ بحط عمود جديد ايش اسمه هنا incorrectly labeled. بروح بعد انه والله لقيت انه 6% من السامبل تبعتي، السامبل هذه representative، انا اخذت 100، ال 100 هذه بقدر انا اطلع عليها، بياخذ مني 20 دقيقة، تمام. من ال 100 لقيت انه والله في 6 incorrectly labeled، فبالتالي هذا مصدر ثاني قدرت انه انا احدد. هلقيت لو حيدت مثلا مصدر، وعشان هيك انا في عندي هنا هاي الاوفر اول ديف سيت ايرور، هاي 10% ايرور ديو انكوركت ليبلز 6%، ايرور تو اذر كوزز 9.4%. فبالتالي انا حددت هنا انه 9.4 زائد 0.6 بيطلع انا عندي ال 10%، تمام. فبالتالي هذا بيعطيني انطباع، لو انا قسمت الايرور، لو عملت قسمت الايرور هذا بدل ما كان 3% و5% زي ما شفنا كلاسيفاير A وكلاسيفاير B، تمام. لو قسمت، لو فرضتهم لكل، لو فصلتهم لكل كلاسيفاير انه ايش السبب تبع كل ايرور، بيساعدني انه نختار بين الكلاسيفاير A والكلاسيفاير B، تمام. اوكي طيب. طيب في الايرور اناليسيس دائما انه افضل الممارسات ابني الموديل، تمام، وبعدين بضلني اعمل اتريت. انتم عارفين انه الماشين ليرنينج بروسيس هي عباره عن اتريتيف بروسيس، تمام. فبالتالي انه بيلد وبعدين اتريت. في شغلات كثيره ممكن انا اطبقها في السبيش زي ما حنشوف لاحقا. يعني ممكن يكون في عندي هنا نويزي باك جراوند، كافيه نويز وكار نويز. كافيه نويز انه بيكون في عندي ناس بتحدثوا في الكافيه وصوت طقطقة فناجين، تمام. الكار نويز معروفة، اصوات محركات وزمامير وزي هيك، تمام. فلما ابني السيستم واعمل اتريت بقدر انه اقيس البايس والفاريانس، وعلى اساسه بقدر انه انا احدد الاولويات تبعتي ايش المفروض انه انا اسوي. الديفرنت ديستريبيوشن كمان مره بنرجع بنكرر الكلام، لازم تكون انه هذه لو كانت من ويب بيجز وهذه من موبايل ابلكيشن، بدي احاول قدر الامكان انه الديف والتست ست تيجي من نفس المكان، تمام. نيجي لشغله ثانيه اللي هي المس ماتش تريننج اند ديف تيست ست. هذا المثال انه يعني بقدر الامكان بدي احاول انه انا اعمل شفل هاي الحل تبعه، انه لو كانت الصور انه من الموبايل ابلكيشن انه اعمل شفل قدر الامكان وادخلها انا عندي في الديف والتست. اما في عندي حالات تانية بيكون في عندي هنا مس ماتش، المس ماتش غير الديستريبيوشن. ايش يعني هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام انه على سبيل المثال انه التريننج سيت انا عندي مسجله في استوديو،
في السبيش مثلا على سبيل المثال، تمام. لكن فعليا لما بدي اجي استخدمه في الموبايل ديفايس بيكون في عندي هنا كار نويز، فبالتالي هذا مس ماتش. فكيف اعالج المس ماتش هذا؟ فبيكون في عندي بعض الشغلات الجاهزة زي ما شفنا في هذه السلايد، بيكون في عندي هنا بيانات جاهزة انه نويزي باك جراوند، وبنتقي منها اللي هي كافيه نويز وكار نويز، وباجي بدمجهم مع بعض. فبروح التريننج سيت تبعتي بعدل عليه، بروح انه هذا المقطع المسجل في الاستوديو بضيف عليه كار نويز، بيطلع انا عندي مقطع جديد للاوديو داتا بالاضافه للنويز اللي طلعت معايا. فبالتالي بصير بحل مشكله المس ماتش، بحل مشكله المس ماتش. فدائما بطلع انه الابلكيشن ايش الطبيعه اللي موجوده فيه، ايش نوع النويز اللي حتكون موجوده فيه، نويز تبع كافيه، نويز تبع سيارات، نويز تبع كذا، بحاول اني اركبها على البيانات الاساسيه عشان احل هذه المشكله. نيجي لموضوع مهم جدا وهو الترانسفير ليرنينج، وهو موضوع المشروع تبعكم، تمام. ايش مفهوم الترانسفير ليرنينج؟ الترانسفير ليرنينج بيكون في عندي موديل، تمام، بتكون انا عندي مدخل الاكس اللي هي عبارة عن ايمج، تمام، والواي هي عبارة عن التصنيف تبع هاي الصورة. فبالتالي انه عندي هذا الموديل زي ما انتم شايفين مكون من عدة طبقات، اخر طبقة، تمام، هي بتحدد انه انا عندي هنا يعني شو اسمه ايمج ريكوجنيشن، تمام. في الايمج ريكوجنيشن يعني ممكن انه يكون متدرب على مليون صورة وبيحتوي على 100 كلاس مثلا على سبيل المثال. فبالتالي انه هذا موديل بيكون مدرب على هذه التاسك. هل بقدر اعمل ترانسفير لهذا الموديل؟ هذه فكره الفاين تيونينج او فكره الترانسفير ليرنينج. هل ممكن ان استفيد من هذا الموديل في تاسك ثانيه؟ يبقى التاسك هذه ايش اسمها؟ ايمج ريكوجنيشن. هل ممكن انه استخدمه في راديولوجي دياجنوستس، صور الراديولوجي انه انا اشخصها، التشخيص تبعها ممكن يكون باينري مثلا، وهنا في هذه الحاله انا في عندي فقط 100 صوره. كيف ممكن انا استخدم اعمل ترانسفير للموديل اللي تم تدريبه على الصور، تمام، للاوبجكت ريكوجنيشن، استخدمه في الراديولوجي دياجنوسيس وانا عندي بس 100 اكزامبل، امثله محدوده. عشان هيك انا حكيت انه اذا كان في عندك امثله محدوده ممكن انه انت تستخدميه. بالعكس، هو هنا الفائده بتكون من الترانسفير ليرنينج. ايش بروح بسوي؟ بروح بلغي الطبقه الاخيره اللي فيها الليبلز تبعت التاسك الاصليه اللي هي الايمج ريكوجنيشن، وبروح بحط طبقه جديده فيها الكلاسز تبعت التاسك الجديده اللي هي الراديولوجي دياجنوسيس. في انا عندي عدة تشخيصات، تمام، بوزيتيف او نيجاتيف مثلا على سبيل المثال. في هذه الطبقة راح يكون في عندي ويتس جديدة. هنا حقيت الويتس في الطبقات هذه راح تكون ثابتة، عشان هيك انه الموديل هذا بنسميه بري تريند موديل، تمام، بستخدمها زي ما هي، تمام. ايش بروح بسوي؟ بلغي الطبقة الأخيرة، وهذا اللي انتم حتسووه، بلغي الطبقة الأخيرة اللي فيها الليبلز تبعت التاسك الأولانية، وبروح بحط طبقة جديدة للتاسك الجديدة. إيش الفائدة؟ الفائدة، أول فائدة إنه أنا استفدت من اللو ليفل فيتشرز. اللو ليفل فيتشرز حكيت أنا عندي في التاسك الأولى في عندي مليون صورة. الطبقات هذه تعلمت اللو ليفل فيتشرز. إيش هي اللو ليفل فيتشرز؟ اللي هي الإيدجز، الخطوط الأفقية والرأسية والمنحنيات اللي بتحدد الأشكال. فتعلمها من تاسك ثانية، فهذا التعلم بدنا نعمله ترانسفير ونستخدمه في تاسك جديد. ليش؟ لأنه التاسك الجديد هنا في عندي 100 اكزامبل مش كافية لتعلم اللو ليفل فيتشرز، تمام. الشغلة الثانية أو الفائدة الثانية إنه أنا ما عندي يعني enough training data للراديولوجي بحيث إنه أنا أبني موديل من السكراتش. فبالتالي إنه فكرة الترانسفير ليرنينج إنه مفيدة جدا. فهي المثال الأول إنه أنا عندي هنا الانبوت عبارة عن ايمج، تمام، وفي عندي تو تاسك، تاسك A، تمام، اللي هي
ايمج ريكوجنيشن، والتاسك بي اللي هي ميديكال دياجنوسيس. ناخذ مثال تاني انه الاكس عباره عن اوديو، تمام، والتاسك الاولى زي ما انتم شايفين هذه الواي هي عباره عن سبيش ريكوجنيشن، وفي عندي 10,000 متدرب على 10,000 ساعه. متخيلين؟ عاده السايز تبعت الاوديو داتا سيت بقيسها بالساعه، يعني الايمجز والنصوص بقيسها، النصوص بقيسها بعدد الجمل، والايمجز بعدد الصور، لكن الاوديو بقيسه بعدد الساعات. تمام، فهنا تم تدريبه على 10,000 ساعة. تمام، هاجيت هذا بدي اعمل له ترانسفير، هذه التاسك A. تاسك B اللي هي ويك وورد او تريجر وورد. ايش التريجر وورد؟ اوريدي شرحناها، يعني هذه التاسك زي مثلا اقول هي جوجل او هي سيري، فبالتالي انه بصير في اكتيفيشن لما يصير في عندي تريجر او سماع لكلمه معينه. تمام، فهذه انا عندي الداتا سيت في عندي 50 ساعه فقط، ف 50 ساعه مقابل 10,000 البيانات قليله جدا. تمام، فايش بروح بسوي؟ بلغي الطبقه الاخيره اللي فيها التصنيف تبع التاسك A، وممكن انه انا اضيف هنا في المثال اللي فوق شفنا انه ضفنا طبقه واحده، هنا ممكن اضيف طبقات اضافيه، هنا 3 طبقات ضاف زي ما انتم شايفين، فانتم ممكن تضيفوا طبقات زي ما بدكم بعد ما تلغوا الطبقه الاخيره من البري ترين موديل عشان انه انتم تستخدموه في المشروع تبعكم. تمام، فبالتالي انه في الطبقات هذه هي اللي لما اعمل فاين تيونينج هي اللي حيتعدل الويت، هذه الويت تبعها ثابت. تمام، بستخدمه من الويتس تبعت اللي توصلت لها او تم التوصل لها في التاسك الاولى. تمام، طيب متى الترانسفير ليرنينج انه ميك سنس، يعني انه منطقي انه انا استخدمه، انه انا اعمل ترانسفير من التاسك A للتاسك B؟ ايش البديل للترانسفير ليرنينج؟ انه عندي موديل من السكراتش في التاسك B. طب ايش البديل؟ البديل انه اعمل ترانسفير من تاسك A لتاسك B. متى انه مجدي فعلا انه انا اعمل ترانسفير من A ل B بدل ما انه ابني من ال B، ابني ل B من السكراتش؟ ايش الشروط؟ اول شرط انه التاسك A و B لازم يكون في لهم نفس الانبوت، بتشاركوا في نفس الانبوت. لاحظوا هنا انه التاسك A والتاسك B هنا انه المدخلات تبعتها صور ايمجز، هذه ايمج ريكوجنيشن وهذه راديولوجي، كلها المدخلات عباره عن صور. وهنا سبيش ريكوجنيشن وتريجر وورد انه المدخلات كلها اوديو، نفس المدخلات. هذا اول شرط. الشرط الثاني انه انت انه انا عندي بيانات كتير كتيره كبيره في التاسك A، وهذا الكلام احنا شفناه هنا في المثال، قلنا في الايمج ريكوجنيشن في عندي مليون صوره، في السبيش ريكوجنيشن في عندي 10,000 ساعه تسجيل. تمام، اكتر من التاسك B. اجي اقارن هنا 10,000 عفوا مليون صوره مقابل 100 صوره، هذه اكثر بكثير من هاي. هنا منطق انه انا استخدم الترانسفير، لانه بناء موديل من سكراتش على في التاسك بي مش راح يجيب نتائج كويسه، فيش بيانات. تمام، وهنا 10,000 مقابل 50. تمام، والحاله الثالثه انه اللو ليفل فيتشرز تمام من التاسك A مفيدة للتاسك B، معنى ذلك انه هم بتشاركوا في اللو ليفل فيتشر. اذا بتشاركوا في اللو ليفل فيتشر معنى ذلك انه منطق انه انا استخدم الترانسفير ليرنينج. تمام، واضح ترانسفير ليرنينج. بدنا ننتقل لشغلة جديدة اللي هي المالتي تاسك ليرنينج. ايش المالتي تاسك ليرنينج؟ بكون في عندي اكثر من تاسك، تاسك A و B و C، بدي أدربهم في نفس النتورك. تمام؟ يبقى هنا عشان تكون الأمور واضحة، إنه أنا عندي تاسك A و B و C. في عندي الخيار إنه أنا أبني لهاي نيورال نتورك وهاي نيورال نتورك وهاي نيورال نتورك منفصلة. والخيار الثاني انه هدول الثلاثة تاسك انه اروح ابني لهم استخدم او ابني يعني استخدم نفس النيورال نتورك للتاسك الثلاثة هدول. خلينا نشوف مثال اللي هو الاوتونوموس درايفنج.
ايش المدخل؟ انا عندي الصورة. ايش الصورة هذه؟ لو انا في عندي اوبجكت، ايش الاوبجكت؟ بده يتعرف على السيارة. وانا بسوق لازم اعرف او يعني احدد السيارات اللي موجودة امامي عشان احدد المسافة بيني وبينها. وايش كمان؟ الترافيك ساين، تمام. وايش كمان؟ انا عندي البيدستريانز. البيدستريانز اللي هم المشاة، لما يمر من امامي مشاة بدي اخفف السرعة، تمام. فبالتالي ممكن يكون في عندي هنا أربعة كلاس أو يعني أربعة تاسك. إيش هي التاسك هذه؟ إنه تعرف داخل الصورة هذه على البيدستريان، هنا بياخد صفر وواحد، والكارز هنا بياخد صفر وواحد، والستوب ساينز صفر وواحد، والترافيك لايتس صفر وواحد بهذا الشكل، تمام. فبالتالي هنا زي ما انتم شايفين انه بيكون في عندي الفيكتور في النهاية. هذا كلام احنا اخذناه قبل هيك، اخذنا سوفت ماكس. ايش الفرق بين السوفت ماكس وهذا؟ السوفت ماكس احنا حكينا انه بيكون في عندي واحد، بيكون انا عندي واحد صفر، واحد بس من العناصر انه واحد والباقي كله اصفار. لكن في المالتي تاسك ليرنينج ايش بيكون في عندي؟ في الفيكتور ممكن يكون عندي اكثر من واحد. واحد اكثر من عنصر القيمة تبعته واحد، يعني ممكن تكون زي هيك او ممكن تكون زي هيك، واحد 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 صفر، تمام، بغض النظر. فبالتالي هنا لكل يعني عنصر انا عندي في الفيكتور هذا اللي هو الحجم تبعه 4 في 1 مثلا على سبيل المثال، راح يكون في عندي هنا هذا صفر واحد، صفر اذا كان ما فيش بيدستريان، واحد اذا كان بيدستريان مشاة في، وهكذا. يعني بالنسبه للتطبيق كيف شكل النتورك راح يكون؟ انه في الاخير، انه الطبقه الاخيره بيكون في عندي 4 نيورون، نيورون للبيدستريان، نيورون للكار، ونيورون للستوب ساينز، ونيورون للترافيك لايتس بهذا الشكل. طب كيف بحسب الايرور؟ نفس الطريقه التقليديه، بس بيكون عندي هنا نستد سم، تو سميشن. معنى ذلك انه بيكون في عندي سميشن للواي، لللوس تبع الواي هات اللي بريدكتد والواي، تمام، للاربعه، وبعدين بروح بجمع لكل اكزامبلز. ايش معنى هذا الكلام؟ تخيلوا انا عندي هاي الواي هات، تمام، هاي واحد واحد صفر صفر، وأنا عندي هنا الواي الأصلية، عندي هنا واحد. بيكون فيها إيش؟ صحيح، إنه الليبلز بتكون على شكل فيكتور، بتكون زي هيك، هاي واحد صفر صفر صفر. وين السميشن الداخلي؟ هيو سميشن من جي بتساوي واحد لأربعة، اللي انا بلف عليه هدول انه بحسب الايرور. هنا في ايرور، ايش الايرور هنا؟ صفر. هنا ايش الايرور؟ واحد. هنا صفر، هنا واحد، عفوا صفر. فبالتالي مجموعهم هدول قديش؟ السميشن تبعهم بتساوي واحد، تمام. هاي السميشن اللي جواها. طب السميشن اللي برا من اي بتساوي واحد لام، ايش الام؟ عدد التريننج اكزامبل. هذا الكلام احنا طبقناه لصوره واحده، بطبقه للصور كلها. واضح كيف بحسب الايرور؟ تمام. يبقى زي ما اتفقنا هذه مختلفة عن السوفت ماكس. السوفت ماكس بيكون عندي عنصر واحد، واحد والباقي أصفار. هنا لا، بيكون عندي أكثر من عنصر، يعني ممكن يكون يعني ما فيش قيود على الصفر والواحد في العناصر تبعتي. أوكي، طيب متى إنه make sense؟ يعني بمعنى آخر سؤال، أبني 4 موديلز، واحد يكتشف المشاة، واحد يكتشف الترافيك ساينس، واحد يكتشف السيارات، ولا أعملها في موديل واحد؟ متى استخدم؟ زي ما شفنا في الترانسفير ليرنينج، متى استخدم؟
طيب، إذا كانت اللو ليفل فيتشرز مشتركة بيناتهم، فبالتالي إنه ميك سنس إنه أنا يعني أعمل مالتي تاسك ليرنينج، أبنيهم في شبكة واحدة. أما إذا كان الفيتشرز مختلفة، اللو ليفل فيتشرز، فبالتالي إنه لا، كل واحد موديل لحاله. أنا بدي أسألك سؤال، هنا لو طلبت منك إنه أنت تعملي autonomous driving machine learning model، كيف شكل الداتا؟ صور، تمام؟ وإيش كمان؟ ممكن يكون معلومات الرادار، تمام؟ طيب، هذا الإكس، طب الواي؟ كيف بجيب الواي؟ كيف؟ بحكي autonomous driving، driving. ايش الواي؟ دعس على البنزين، حركة الستيرينج، صح؟ طب كيف بدنا نجيبها هذه؟ بروح بجهز سيارة فيها كاميرات وفيها رادار وبجيب سائق محترف بيقود يعني قيادة مثالية، تمام؟ وبروح بخليه يسوق، هو اللي يسوق عادي. فإيش بروح بسجل؟ بسجل الإكس اللي هي المدخلات اللي من الكاميرا والرادار، وبسجل الواي اللي هو الأكشن تبعه، اللي هو قديش بدعس على البنزين وقديش بدعس على الفرامل وقديش حركة الستيرينج بالنسبة للي هو شايفه في الطريق. فهيك تشكل أنا عندي داتا سيت. فهجيت، هل من المنطق إنه أنا أبني موديل لحال انه يتعرف على كل اوبجكت موجود انا عندي في الكاميرا، ولا ابني موديل واحد مالتي تاسك ليرنينج يتعرف على الاوبجكت كل الاوبجكتس في المشهد اللي هو شايفه؟ لانه هذه القرارات كلها يعني لها علاقه بنفس الاكشن اللي انا بسويه. يعني بمعنى اخر، الاكشن اللي انا بسويه انه انا اروح يمين وشمال او ادعس على البريك او ادعس على البنزين، بيعتمد انه اذا كان في مشاة امامي او اذا كان في سياره امامي أو إذا كان في إشارة مرور أمامي. فبالتالي هنا يفضل إنه أنا أستخدم مالتي تاسك ليرنينج. كيف؟ بالضبط. لكن إذا كان في شغلات منفصلة ما بتتشارك في شو اسمه، أو بمعنى آخر الأكشن، بالضبط، حكيت الاكشن اللي احنا حكيناه انه في الكار انه هو القياده، لكن اذا كان في اكشن ما بيعتمد يعني على الشغلات هذه انه مع بعض، ساعتها ممكن يكون انه انا بدي كل موديل لحال انه بشكل افضل يعني. تمام؟ اخر حاجه اللي هو الاند تو اند ليرنينج، الاند تو اند ديب ليرنينج. ايش مفهوم الاند تو اند ديب ليرنينج؟ طلعوا لي على هذه الرسمه. الانبوت انا عندي هنا اوديو، في عندي هنا حالتين. في الحاله الاولى انه انا طلعت من الاوديو الام اف سي سي فيتشرز، هذه عباره عن فيتشرز ممكن اطلعها من الصوت، تمام؟ ومن الفيتشرز هذه رحت طلعت الفونيمز، من الفونيم طلعت الوورد، وفي النهايه لغايه لما وصلت للواي اللي هو الترانسكريبت. في هذه الحالة أنا عملت حاجة اسمها ديزاين لفيتشرز، أنا حددت الفيتشرز بدي إياك تشتغل على الـ MFCC عشان تطلع بقية المعلومات اللي هي الفونيمز والوردز والترانسكريبت. هذه حالة. الحالة الثانية إنه أنا في الموديل بدي أعمل له فيد بالرو ديتا اللي هو الأوديو، تمام؟ وماليش فيه دعوة، أنت طلع هيدن فيتشرز لحالك والنهاية بدك تطلع لي الترانسكريبت. يبقى لما ادخل الرو ديتا ويطلع لي الواي، هذا بسميه اند تو اند، انا ما بتدخل بالمره ولا بحدد ايش هي الفيتشرز، هذا بنسميه اند تو اند ماشين ليرنينج. تمام؟
بالضبط، هو بيطلع هيدن فيتشرز. ايش الاشكاليه تبعته؟ الاشكاليه تبعته انه بيحتاج لهيوج داتا سيت. يعني ممكن انه على سبيل المثال انه باستخدام الهاند ديزاين فيتشر انه ممكن تكون 3000 ساعه تسجيل كافيه، في حال الاند تو اند ممكن بكون محتاج ل 10000 او 100000 ساعه تسجيل. وهو الفيتشرز هذه اللي بده يطلعها بده هيوج داتا سيت فعلا عشان يقدر انه هو يتعلم منها، بياخذ وقت طويل للتعلم. اي نعم بيريحني من ناحيه انه انا اطلع له الفيتشرز، ولكن انه في المقابل انه بيحتاج لبيانات كتير كتير كبيره عشان هو يتعلم. كيف؟ الكلاسترينج هو unsupervised. هنا يعني هنا الاكس هي محدد والواي محدد، بس الفكره انه الفيتشرز هو اللي بيشتغل عليها. يعني عشان هيك انه بيحتاج لديتا كتير كتير كبيره عشان انه هو يطلع الفيتشرز هذه لوحده. خلينا ناخذ مثال وبعديها نشوف مدى ايش الميزات والعيوب للاند تو اند ليرنينج. ايش التطبيق؟ تطبيق انه انا في عندي هنا كاميرا زي ما انتم شايفين، هاي كاميرا بتطلع على الوجه، تمام، وعلى اساسه بتروح تفتح البوابة ولا لا، تمام. يبقى لو انا بدي اشتغل بنظام الاند تو اند، يبقى الانبوت عبارة عن صورة والواي هي عبارة عن تحديد الايدنتيتي، الايدنتيتي اللي هي هوية الشخص. اذا كان فلان افتح له الباب، ما كانش فلان ما تفتحلوش الباب. ايش المشكلة لو انا بدي اتعامل بالاند تو اند؟ اول مشكلة انه في الصورة في عندي شغلات كثيرة في الباك جراوند، ممكن يكون في عندي اشخاص تانيين، ممكن تكون الصورة هذه قريبة او ممكن تكون الصورة بعيدة. عشان هيك بيحتاج لبيانات كثير 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 كبيرة عشان انه يقدر. ممكن انه انا اسهل عليه انه انا اقسم التاسك هذه لتو تاسكس. ايش التاسك الاولى؟ فيس ريكوجنيشن. انا بهمنيش الصوره هذه كلها، ايش بهمني؟ بس الفيس. فبحدد المربع تبع الفيس، بعمل عليه زوم ان، وهذه اللي بعملها فيد للموديل. يبقى الموديل الاول بيحدد الفيس، والموديل الثاني بياخذ صوره الفيس وبيحدد الايدنتيتي، انه هو يحدد هل هو نفس البيرسون ولا لا. وهذه بالمناسبه كيف ببنيها؟ بروح ببني، يعني بشكل داتا سيت انه صور لعدة أشخاص، كل شخص أنا بدي إياه يتعرف النظام عليه، بجمع له صور 10 20 30 صورة لكل شخص، بخلي النتورك إنه هي تتعلم عليها، فبالتالي بقدر أحدد الأيدنتيتي إنه أنا أجيب أقرب بيرسون موجود أنا عندي في هذه. فبالتالي قسمها لتو تاسك بيسهل علي الموضوع، تمام. في المقابل شفنا هنا مثال انه احنا عملنا قسم للتاسك لتو تاسك. في المقابل في عندي تاسك ثانيه اللي هي الماشين ترانسليشن، الاند تو اند بينفع معاها بشكل كثير كثير كبير. ليش؟ لانه انا في عندي هنا الاكس والواي اللي هو جمل بالانجليزي ويقابلها جمل بالفرنسي، هاي التريننج سيت تبعتي، متوفر داتا سيت كثير كثير كبيره. فبالتالي انه انا ابني موديل يدخل له جملة بالإنجليزي ويطلع لي جملة بالفرنسي ناجح جدا. فبالتالي الـ end-to-end machine، الـ end-to-end ناجح جدا في الماشين ترانسليشن. لو أنا بدي أستخدم الطريقة التقليدية إيش بدي أسوي؟ هاي الـ end-to-end دخلت إنجليزي، الطرف الثاني طلع لي فرنسي، هاي إكس هاي واي. لو بدي أستخدم الطريقة التقليدية اللي هي مش end-to-end، إنه أنا بدي أطلع فيتشرز، بدي اعمل تكست اناليسيس مثلا على سبيل المثال، او بدي اعمل تاجنج للكلمات انه هذه علمها فعل وفاعل، وهذه فعل طب ترجمتها لما تكون فعل بتكون كذا، وتعقيدات واوجع راسي في الموضوع هذه. لا، هنا الاند تو اند ناجح جدا بسبب انه في عندي بيانات متوفره كثير. مثال ثالث بيكون في التقسيم افضل. يبقى المثال الاول التقسيم لتو تاسك افضل من الاند تو اند، المثال الثاني الاند تو اند افضل، المثال الثالث التقسيم افضل. ايش هو المثال الثالث؟ انه اعمل استيميت للتشايلد ايج بناء على صوره الاكس راي تبعت العظم. الاند تو اند انه انا ادخل له الايمج هي اكس
ويطلع لي الايج كنمبر. اما انه انا بدي اشتغل على هاند ديزاين فيتشر، ايش بدي اسوي؟ بدي اقسم النظام لنظامين، بدي اعمل النظام الاول، النظام الاول انه هو يتعرف على العظم، فبالتالي بدي اعمل لي مربعات على العظم زي هيك، هذه عظمه هذه عظمه، كل عظمه بده يحوطها بمستطيل زي هيك او بمربع بهذا الشكل، تمام. وبعدين من العظام هذه بدي اقيس الطول تبعها، من الطول تبعها بقدر اعمل تقدير للايج. فبالتالي في عندي هنا تو سيستمز، السيستم الاول تعرف على العظام، تمام، السيستم الثاني بدخل له طول العظمه بيطلع لي استيميشن للايج. طبعا النظام هذا انجح من النظام هذا، لانه فعليا انه بيتطلب هذه شغله كومبلكس كثير، انه هو يقدر يفهم فعلا انه والله انه من الصوره هذه انه عمر الطفل هالقد يعني كومبلكس كثير. فبالتالي الميزات والعيوب للان تو اند ديب ليرنينج، الميزات let the data speak، البيانات هي لحالها، ممكن انه نتعلم الموديل انه يطلع فيتشرز لوحده، تمام. فبالتالي في عندي هنا هاند ديزايند، يعني less hand designing components needed، فخلص انا مش محتاج اني اوجع راسي بالفيتشرز انه انا احطها على السيستم. في المقابل الكونز او العيوب انه راح احتاج لكم كبير من البيانات، والشغله الثانيه انه راح اعمل اكسكلود ل useful hand designed features ممكن انه السيستم ما يطلعها من الداتا لحال. فانا اختصرت عليه الطريق، تمام، بدي يعني بروح بعطي له الهاند ديزاين فيتشرز ممكن تكون مفيدة جدا بالنسبة لإله، هو بالنسبة لإله ممكن ما يقدرش يطلعها من البيانات لوحده، تمام. فبالتالي الخلاصة، لما يكون في عندي sufficient data ممكن أروح باتجاه ال end to end deep learning، ما فيش الأفضل إنه أنا أقسمه ل pipeline لمجموعة من التاسك هذا. وبارك الله فيكم، يعطيكم ألف عافية.